سبرايز. وش رايك في هذه المفاجأة؟ هذا النادي اللي كنتي تبينه وجبنا لك إياه، وعيشي حياتك مثل ما أنت تبين. وبصراحة اللي ساعدني في الموضوع مؤيد. مؤيد؟ إيه. وأنا عرفت اللي صار بينك وبين مؤيد، وآدم هذا هو اللي ألف القصة هذه كلها، وفهم مؤيد إنك تحبينه، بس مؤيد ما كان قصده. ما يهمني آدم ولا يهمني مؤيد. نجود، ما بيسمع منك شيء. أنا آسف. يعني لازم تحقق مع أمي وتتأكد أني ماني كذابة، صح؟ ويوم آدم قال لك صدقت على طول ولا حتى تأكدت. نجود، قلت لك آسف. وبعدين إيش اللي موجود برا مو موجود هنا؟ لأني اللي شايفه إذا مشيتي برا تخسر أشياء كثير هنا ترى. The best grilled crab. والله ما ادري ايش نسوي مع هالبنت، كل شيء سويناه لها، لكن الظاهر انها مصره تروح لامريكا. يلا باي بنات. باي. اروى؟ نعم خالتي. تحبين اوصلك حبيبتي؟ انا سمعت انك بعتي سيارتك. لا وليد تحت استناني. طيب على راحتك. يلا باي. باي. خالتي، سمعتي بالريفرس سايكولوجي؟ وش هو؟ انا اقول لك، يمكن أحسن بدل ما توري نجود كل حاجة حتكسبها بقعدتها هنا، توريها كل حاجة حتخسرها لو راحت هناك. نجود تعالي حبيبتي، أبغاكي شوي. سمي أمه. أنا عارفة أني أنا غلطت في حقك، وشايفة أن أمريكا هو المكان الصح لك. من جدك يمه؟ إيه. أنا شوية خفت عليك لأن حسيت أن تعودنا عليكي كلنا، بس عارفة وشو؟ الظاهر أني أنا كبرت الموضوع شوي، وأنا تقبلت الفكرة، وأكيد أكيد حنا بنتعود على غيابك بسرعة. ومؤيد، مؤيد إن شاء الله أنا حصل له بنت الحلال اللي تصلح له. إيه. وشمس، شمس رح نشوف لها مدربة ثانية. ما شاء الله البلد مليانة كثير مدربين الحين، البلد ما عادت مثل أول.